بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيك في كتاب ظلال القرآن وما قولك في صاحبه؟ كتاب في ظلال القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعه. ابن عثيمين رحمه الله.